بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أقول لكم على موضوع معرض الكتاب. طبعا فاضل يومين، أنا جاية اليوم قبل اليومين الأحارة. الله عز وجل رزقني هذا المكان غير حول مني ولا قوة، وباستخار أنا قبل ما أدخل المعرض سميته يا رب وقفني في المكان اللي أنا فعلا عايزاه يخدم على الهدف اللي أنا نازلة بيه. نازلة علشان القرآن التفاعلي، نازلة علشان الأجزاء اللي خاصة طبعا بالأطفال والتربية والكلام ده، وطبعا الأسري ده حبيبنا معانا على طول شغال، بس كان نفسي ألاقي حاجة زي ما عندي. أنا عندي في مصر مكتبة، يعني الأربع مش عايزة أقول لكم الجدار ده الأربع جدران، وبعدين دي بتاعتي وبتاعت زوجي، كل واحد ما يجرش على مكتبتي التاني. فطبعا من 7 سنين تقريبا أنا في بعد تام عن الكتب الورقية، والتعاملات طبعا زي ما كلنا عارفين كانت تعاملات PDF ونت والكلام ده. لما دخلت وشفت المعرض والكتب والحاجه، يعني مش عايزه اقول لكم يعني مدى الحنين والفيض، يعني الواحد الكتب دي كانت عين من العيال يعني. فاستخرت عشان بس اقول لكم حكايه الدار الجميله اللي انا واقفه عليها ديت. انا ما بعملش على فكره دعايه لحد، ولا واللي بيكلمني في دعايه حتى الناس عارفه اللي بيتصل وكان ما بعملش. اما القران ده على راسنا وفي قلبنا، ويعني وببركته احنا رزقنا هذه الدار. وانا بدعو كل الناس اللي في اسطنبول، او ان انا هبقى انزل اللينك بعد كده في الحلقات ان شاء الله بتاعه التربيه اللي جايه، لان انا هستخدم الحاجات دي في حلقات التربيه بتاعه الاولاد، وفعلا فرصه عظيمه جدا. اللي في اسطنبول هيجي 132 دار العلم والعرفان للقران، مشروع تحفه جدا. مش بس انا عندي على فكره زي ما قلت لكم، يعني زوجي جايب كتب الاطفال دي من قبل ما يتجوز، وبعدين جبنا بقى كل سنه نجيب كل مرحله، فاحنا عندنا تقريبا ممكن مثلا يعمل بتاع 3 دور نشر مع بعض. لكن الميزه في الكتب دي اللي انا هقولها لكم، انا خدت من جزء عامه وتبارك. الميزه زي ما احنا شايفين ان الجزء بيبقى الصوره، عندي مثلا صوره مثلا ادي جزء تبارك اهو، عندي صوره مثلا صوره الملك، ادي صوره الملك اهوت موجوده، وفي ابس طبعا بيبقى عندك هنا زي باركود اهوت بتدخل عليه، وتخش على الابس وتعمل تتك، انا عايز تفسير تك على التفسير يطلع تفسير، عايز الشيخ يقرا قراءه، عايز يكرر تك على الايه. الميزه الجميله في الامر دوت ان انت بتبقى لو عايز تحفظ ادي السماع ادي الحفظ، لو عايز التفسير ادي التفسير، عايز تقلب على الصفحه الثانيه، عايز توقف عايز توقف، وهكذا جزء عام. تعالوا بقى الجمال على تعليم اللغه. الطفل لسه، ودي من ضمن الاسئله، يعني انا بيجي مثلا يمكن 1800 سؤال في اليوم، دلوقتي بقى 2100 مثلا في اليوم. ما لا يقل عن 60% من الاسئله عن الاولاد، واحنا انت احنا في الغربه وان اللغه العربيه والكلام. فكنت دايما بشرح او بنصح بالقاعده النورانيه، واللي بيتابع الحلقات عارف الكلام ده. لكن الاخ محمود لما شرح لي قال ان الامر في الكتب ديت انت بتتعلم خلاص الحركات 1 2 3، بعد ما بتعمل بيان بيبقى فيه نوع من انواع الانشطه مثلا فيها. الجمال بقى ان انت لو مشيت في الحركات، يعني احنا مثلا لما خدنا النورانيه كان مثلا با بي بو وبعدين بتبدي عليها الكلمات، لا انت لو مشيت فيها ممكن لو متقدم شويه فانت ممكن تاخد فيها تجويد والحركات بتاعه التجويد. الحاجات دي جزء من القاعده النورانيه لكن بطريقه اسهل للاولاد. وراني برضو حاجه صفحه 22 هنا جميله عايزه اقولها لكم، كان بيتكلم عن لو انا هقول دي صور مدنيه ولا مكيه وهو لسه طفل، لما نتكلم لسه مثلا 5 6 7 واحنا لسه بنعمل. عامل على الصور المدنيه بيبقى علامه القبه الخضراء للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه بقى، وللصور المكيه علامة. ايوه هذه العلامات، يعني مكيه مكيه مكيه، فيبص العلامه لا دي صوره مدنيه. طبعا الحاجات التفاعليه بتبقى اكثر تاثيرا بنسبه فوق 90%، يعني احكي لي هفتكر، ممكن حكيتي لي هفتكر، لكن وريني ممكن لو وريتيني حاجة ممكن افتكرها، لكن شاركيني شاركي معايا وتفاعلي معايا بالأنشطة أنا أكيد خدت المعلومة. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها كده. أنتوا عارفين ما عملتش والله إعلانات لحد، بس طبعا ده مكان والقيمة العلمية اللي موجودة في الكتب ديت، مع سبحان الله ومكان يعني رزقنا الله كده، القيمة العلمية والتربوية اللي موجودة فيها تستحق إن احنا ننوع عليها. وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلنا منا واياكم، وارقاكم ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.